أخلاً أنا اسمي أنجلو، ما اسمك؟ مرحبا، أنا اسمي كلاوديا، ما اسمك؟ أهلاً أنا اسمي ريس، تشرفنا. تشرفنا. تشرفنا، أنت طالب ريس؟ نعم، أنا أدرس الفرنسية والعربية في مانشستر متروبوليتان. درست على داب يكاد كرهت الرياضة دوما. وأنت كلاوديا؟ أنا أدرس الرسم والرسم المتحرك. أنا طالبة السنة الأولى في مانشستر متروبوليتان جامعة. في مدرسة ثانوية درست الفن لأني لم أحب العلوم أو الجغرافيا. هل أنت طالب في مانشستر متروبوليتان أيضا؟ الآن أنا طالب في مانشستر متروبوليتان جامعة، وأنا أدرس الإسباني والعربي، ولكن منذ 5 سنوات درست في المدرسة الثانوية، ودرست الرياضيات، الكيمياء، التاريخ والجغرافيا. مادة مفضل الجغرافيا، وأنا لا أحب الرياضيات. أنت من أين؟ أنا من جنوب إنجلترا، يتجه هنا للدراسة. أنا من رومانيا، ولكن أنا أسكنت في إيطاليا لمدة 3 سنوات. من أين أنت كلاوديا؟ أنا نصف بولندية نصف سورية، أمي من وارسو عاصمة بولندا وأبي من حلب مدينة في سوريا. الآن أنا عايشة في مانشستر. انتقلت إلى إنجلترا منذ 3 سنوات مع أمي. هل عندك أخوات أو أخوة؟ نعم، أختي اسمها ياسمينة، وهي تسكن في مدينة بولونيا. هل عندك أخ أو أخت ريس؟ نعم، لدي أختين وأخي. أختي سخن عمرها 2 سنة وإنها جميلة. وأنت كلاوديا؟ لا، أنا ما عندي لم ليس عندي أخوات أو أخوة. عندي قط جميل اسمه ستيفن، وهو أبيض وأسود وأحبه كثيرا. أنا جوعانة. هل تذهبين إلى مطعم لبناني؟ أنا أمس ذهبت إلى مطعم لبناني من الساحة الوحيدة حتى الساحة 3، وأنا أكلت سمك مقلي وبطاطس في الفرن. أنا جربت الطعام اللبناني لغات. أنا لا أحب الطعام هذا. طعامي المفضل هو إيطاليا. سأذهب على مطعم إيطالي الأسبوع القادم. أنا طعامي المفضل هو طعام نباتي، ولما أكل لحم أحب الخضروات والفواكه. لما أكل لحم ولكن أكل سمك. طبقي المفضل هو البيتزا. أحب الطعام الإيطالي لأنه لذيذ. نعم، ما هو طبقك المفضل؟ أنا أحب دجاج مقلي وكيك الفانيليا. ذهب المطعم الفرنسي الساحة 8، هل ستأتين إلى مطعم كلاوديا؟ نعم، هذه فكرة جيدة. هل أستطيع القدم معك؟ أليس مشغول؟ طبعا نعم، طبعا. ممتاز، شكرا شكرا. أمس سهرت الساحة 7 وأكلت الإفطار الساحة 7 وأرباع، وذهبت إلى الجامعة. بعد ذلك حضرت الاجتماع. ماذا سهرت كلاوديا؟ عادة أصحو الساعة 8 وأسبو إلى الجامعة الساعة 9:30. إذا عندي عمل ذلك اليوم أصحو الساعة 6 وأسبو إلى عملي في كوستا.
الساعة 8:30 or أنا إما لسبت سامسونج منتصف الليل إدات ما نام حتى على التاسع ملي تفايل بعد تنسير. هذا تان أكلا أنا الغداء الساعة 3 بعد تليك أذهب في المكتبات وثم أرجع في البيت الساعة 7 في البيت أطبخ العشاء وأرتاح وأنت ريس؟ أنا أكل الغداء في الساعة 3 وبيد الساعة 7 على الجيمنازيوم عند الساعة 7 إذا لم يكن لدي إما الساعة 7 على المكتبة رأيت كم كلاديا في المكتبة؟ نعم، كنت في المكتبة أبحث عن كتب جديدة. كل يوم أسحو صباحا وألبس لبسي وأكل الإفطار، ثم أذهب إلى الجامعة في الباص. بعد الظهر أكل غداء، أذهب إلى المطعم وأكل غداء. عادة أكل غدائي الساعة 3، وبعد الجامعة أرجع إلى البيت وأكل عشاء وأتحمم وأرتاح وأرسم وأكتب وظائفي. عادة أنام الساعة 10:30. السنة الماضية ذهبت في إسبانيا. أنا زرت محل جميل ومتحف. سأسافر إلى أمريكا. أين كنت ريس؟ الأيام الماضية ذهبت إلى تركيا. كان جميل هناك. أنا أحب السباحة في البحر. أنا ذهبت إلى البحر كل يوم. في عطلتي ذهبت إلى دبي. كان الطقس جميل. لقد تذكرت يجب أن أذهب إلى السوق وأشتري أقلام جديدة. الأسبوع الماضي ذهبت إلى السوق واشتريت القميص القطن وكلدة ذهب. اشتريت القلادة الفضية الأسبوع الماضي بكم قلادة كاي؟ قلادة بتسعين جنيهات بكم أنتك؟ قلادة بخمسين جنيهات. على كل حال لازم أذهب إلى السوق الآن. مع السلامة. أنا أرجع في البيت. مع السلامة. لا دي عيشت معي الآن. سوف أراك في المطعم.